التوعية الكبيرة جدا، يعني لا يكاد يخلو موقع أو أي وسيلة إعلامية وإلا تبث محاذيرها من خطورة المخدرات. فهل تأتي كل هذه النداءات بأكلها في توعية الناس من واقع تجربتك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرة أخرى شكرا على الاستضافة، وتحية للمتتبعين الكرام ولطاقم البرنامج. في الحقيقة سؤال جد هام يجيب عليه تقرير الأمم المتحدة على العالم كله، لأن مشكلة المخدرات خلينا نقول بأنها هي مشكلة عالمية وليست مغربية. صحيح. الأولى، ثانية، الخط المواجهة الأول أو خط الدفاع الأول هي الأسرة، يصفها محضن الرعاية الاجتماعية، وبصحتها المتضرر الأول أيضا من إدمان أحد أبنائها. رغم كل ما قلتي، فالشباب، لا نتكلم عن كبار، نتكلم عن الشباب، نتكلم عن المراهقين، معلوماتهم جد ضعيفة في قضية المخدرات، وليست لهم توعية، وهذا ما خلص إليه تقرير الأمم المتحدة، أنهم يعني كنقولوا حنا كيزعموا على التجارة الأولى، كيزعموا على الجوان الأول، كيزعموا على الكاس الأول، كيزعموا ما في غياب في طبيعتهم، يعني بطبيعة المراهق محب للمغامرة، محب للمغامرة ولتجربة الجديد، في غياب هالتوعية كما كتقول عليها. أنا أيضا أتساءل في الجمعية لما أستقبل الشباب بكثرة في هذا القضية، أو طبعا الراغبين في الإدمان أو الذين يأتون مع أهلهم، لأن كاين اللي كيجي من العائلة كتجيبو، كاين اللي هو تيجي راسو، ولكن تيكون واحد السن بعد في 18 عام إلى آخره. فهذه قضية الوعي بمدى الخطورة كتجيني أنا ناقصة جدا، لأنها خصها تفعيل في حياة المراهق، خصها مزيد من الأهمية، يعني بحال تكاوين تكون تشارك فيها جمعيات المجتمع المدني مع الحكومات اللي في المؤسسات التعليمية وفي أي مناشط الشباب فيما كيكونوا الشباب، باش يفهموا مزيان، يتوضح لهم فين غادي داك الجوان الأول، فين غادي ديك التجارة الأولى، فين ملي بديتي، كيفاش كتسلي، لأنك طبعا ما كيدمنش من النهار الأول، وتا واحد ما بغى يولي مدمن، يبدأ بالتناول متباعد، كيتبحل استهلاك المتقارب، كيستهلك استهلاك شبه يومي، كيتبحل الإدمان، ثم كيتبحل الإفراط. حتى المتخصصين راه كانوا شحال هذيك يهضروا على التوكسيكومانيا، يعني غير التسمم بالماده، من بعد منا ولاو كيهضروا على لاديكسيون الادمان، دابا الحديث عن السلوك الادماني. لان باش كتخرج من داك الحفره ديال الادمان، كتخرج من داك هذا، راه كتعيش واحد سلوكات مرتبطه بالادمان، وليس فقط هذاك الماده فقط، ليس التركيز على الماده فقط، بل ايضا على الشخص، وبيضا على المحيط ديال المدمن.